مرحبا أعزائي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. وياكم أحمد السعدي من قناة شكو ماكو تك، وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من حلقاتنا اللي عادة هم نحكي بيها على لينكس. عم نكمل الدورة مال لينكس إن شاء الله، هي ما بقى لها شيء إن شاء الله، يعني قريبا إن شاء الله تخلص. اليوم الحلقة ما أريد ما أقول لكم كلش مهمة، لأنه هي هم كلش مهمة، لأنه راح نحكي بيها على البوت بروسيس، على إنه الجهاز أو السيرفر من يشتغل شلون ينتقل بالبوت، يعني من أول ما يشغل الجهاز إلى أن يشغل الأوبريتنج سيستم ويشغل اللينكس ويعطيك الكوماند برومت أو يعطيك الجوي. يعني هاي لازم تعرف شنو الخطوات على مود في حالة صار عندك مشكلة بالبوت من السيستم، مدى يبوت أو عندك تصير مشكلة يعطيك إرار، شلون تتبع هاي المشكلة وتحللها إلى أن تحصل المشكلة شنية وعلى مود تقدر تحلها. إذا ما تعرف شنو المشكلة ما حتقدر تحلها، فعلى مود تقدر تحللها وتتبعها لازم تعرف إنه شنو المراحل اللي يدخل بيها الجهاز واللينكس اوبريتنج سيستم على مود يعطيك الكوماند برومت اخر شيء او الجرافيكال يوزر انترفيس الجي يو اي. زين، يلا سوي لكم شويه شاي ولحقوني على البورد على مود نشرح شنو البوت بروسيس، شلون الجهاز يبدي يسوي بوت ويخلص البوت ويشغل لك البرنامج او التيرمينال او الجي او اي او اي شيء انت تريده من الجهاز يسوي لك اياه اول ما يشتغل. يلا شاي وعلى البورد. زين، اول ما تشغل الجهاز يعني الحاسبه مالتك، اللابتوب، السيرفر، اول شيء يسوي الجهاز انه يروح على الفريموير مال الجهاز اللي حكينا عليها قبل. احنا عندنا نوعين من الفرموير، النوع الجديد اللي هي اليو اي اف اي اللي هو يونيفايد اكستنسبل فرموير انترفيس، وعندنا النوع الاقدم منه اللي هو البايوس اللي هو بيسنج انبوت اوتبوت سيستم. اللي فرموير شي يسوي هنا بي كل شيء عن الجهاز، يعني على الهاردوير مال الجهاز اللي بي شنو الاجهزه اللي داخل الجهاز، شنو مثلا الهارد ديسكات الموجوده عندك على الجهاز، عندك مثلا الكارت الشاشه اذا عندك بلتن على المذر بورد تعريفه يكون موجود، عندك الكيبورد، عندك الماوس، عندك الباور، كلها موجوده تعريفاتها والسيتنج مالتها داخل الفيرموير هذا. وعاده هذا الفيرموير يجي بلتن، يعني من تشتري المذر بورد او من تشتري السيرفر يكون موجود، يعني الشركه اللي تصنع المذر بورد تحط وياه الفرمير مال المذر بورد هذا ويدز لك اياه، او انت من تشتري يكون هو موجود. فاول ما يشتغل الفرمير شي يسوي الفرمير يشغل فشي اسمه بوست اللي هو بورر اون سيلف تيست. لكن اول شي هو فرمير اللي هو يو اي اف اي او بايوس Power on self test. فشي يسوي يروح على الأجهزة المتعرفة داخل الفرموير ويسوي لها تست، يشيكها وحدة وحدة ويتأكد إنه متفعلة وده تشتغل، يعني إذا يوصلها باور وده تشتغل. بس فشي يعني بيسك كلش يسوي لها تست، بس أهم شيء إنه ده تستجيب، مو مثلا خربانة وما تشتغل. إذا خربان ما تشتغل يقول لك أكو عندك مشكلة. ومثل ما قلنا كل هذول الأجزاء اللي البوست يسوي لها تيست هي أردي متعرفة، يعني البايوس أو الـ UEFI يعني الفيرموير نفسه بالتعريفات كل هاي الأجزاء اللي موجودة داخل المذربورد اللي هي يتشيكها قلنا ويفعلها. وما يخلص البوست وكل شيء يمشي صح ما عندك مشكلة، إذا عندك مشكلة يقول لك عندك مشكلة ولازم تحلها، يعني يا اما انه تدخل تعدل تغير على السيتنج والكونفيجريشن مال الفيرموير اللي عاده يا اما تدوس F1 F2 F10 ديليت، يعتمد على المذر بورد نفسه وشنو المفتاح اللي تحتاج تدوسه على مود تدخل على الكونفيجريشن.
ومرات هم تقدر تحط له باسورد مثلا على مود ما حد يقدر يدخل ويعدل عليه، على مود بس على مود سكيورتي يعني. زين، شو يسوي وراها؟ وراها يروح يقرا الفيرموير ويشوف شنو الديسكات اللي موجوده ويشوف ترتيبها شنو. من اقول لك ديسكات يعني مو الا هارد ديسك، احتمال انه عندك اليو اس بي ديسك، او عندك مثلا السي دي روم، او هارد ديسك خارجي، اي شيء مركب على الجهاز نفسه ويقدر يقرا. فيشوف شنو الترتيب مين يبدي يحاول يسوي بوت. فمن يلقى اول هارد ديسك يقرا الفيرموير، يروح يحاول يقرا فشي اسمه بوت لودر. انتو لو تتذكرون واحدة من الحلقات قبلها احط لكم اللينك فوق اللي حكينا بيها على تقسيم الهارد ديسك وشون يسوي بارتيشنز وين البوت سكتر، كلها حكينا عليها، تقدرون ترجعون تشوفوها على مود احتمال تفهمون شغلات اكثر. فاول شيء يروح يدور عليه على الهارد ديسك هذا، فشي اسمه قلنا البوت لودر، اللي هو هنا باللينكس عندنا اسمه جراب، اللي هو جراند يونيفايد بوت لودر. وهنا باللينكس حاليا نستعمل جراب فيرجن 2. قبلها كان اكو بس جراب اللي هو كان يسموه فيرجن 0، وكان اكو شيء اسمه لايلو اللي هو مختصر لينكس لودر، LILO، LI مال لينكس و LO لودر. المهم من خصائص هذا البوت لودر يشوفك المنيو، يعطيك اول ما يشتغل يعطيك المنيو على وين تقدر تسوي بوت من اي هارد ديسك، او حتى من نفس الهارد ديسك اذا عندك اكثر من كيرنل، يعني اي فيرجن مال كيرنل تقدر تسوي بوت من كيرنل قديم، لانه انت كل ما تسوي ابديت للكيرنل يبقي لك اخر ثلاثه، يعني اجدد ثلاثه عندك يبقي لك اياها. احتمال تريد انه من سويت بوت من هذا الكيرنل، احتمال تريد تسوي بوت من الكيرنل اللي قبله او اللي قبله، على مود اذا صار عندك اي مشكله بالكيرنل ترجع على الكيرنل اللي قبله. فقلنا يخلي لك اخر ثلاثه، هذا الديفولت مالته. زين، خلي هسه نحكي على الجراب البوت لودر. من يشتغل هو عبارة عن أكثر مرحلة يشتغل بها. أول مرحلة اللي هي يسموها stage one، يعني المرحلة الأولى stage one. هاي جروب. هاي المرحلة هي تكون يعني من تشوف أنت ما تلاحظها لأن كل السريعة، اللي هو the firmware شي يسوي يدور على boot sector اللي هو عادة جزء من MBR. احنا قلنا اول سكتر هو هذا مخصص للماستر بوت ريكورد، او هو ام بي ار بروتكتيف في حاله انه تستعمل جي بي تي. شوفوا هذا الفيديو اللي قلت لكم عليه راح تفهمون ايش احكي عليه. المهم، فاول شيء بالام بي ار احنا قلنا اكو جزء يخصصه للبوت لودر. فشي يسوي الفيرموير؟ روح يدور على فشي اسمه بوت دوت اي ام جي، يعني بوت ايمج. نانا يدور boot.img اللي هي هاي، لو نرسمها خلي نقول عندنا هذا الهارد ديسك، هاي بداية الهارد ديسك، عندنا هذا مثلا قلنا سكتر 0 اللي قلنا هذا 512 بايت. أول 440 بايت هو يكون البوت دوت اي ام جي، يكون موجود هنا. وهذا احنا شفناه ليش ستيج 1، لانه لازم يكون كلش حجمه صغير على مود يكفي بالسكتر 0، ولهذا انه بس مخصصي له 440 او 446 مرات، يعني احتمال 446 بايت. زين، لأنه هذا ما يكفي فيروح إلى مرحلة ثانية اللي هي مو stage 2، يسموها stage 1.5، اللي هو هنا
يحمل الجزء الثاني من البوت لودر اللي هو هنا اسمه core.img. هذا وين يكون موجود؟ بال MBR يكون موجود. احنا قلنا عادة الأول partition يبدي من سكتر 62، يعني كل هذا مخصصيهم من الأول لل stage 1.5 اللي هو core.img. فالcore.img يقعد هنا، هو عادة يكون حجمه شوية أكبر من boot.img، لأنه قلنا boot.img كلش يكون صغير عمود يرهم بال MBR، فهذا يكون حجمه حوالي 25389 بايت. وأهم شيء بالcore.img انه لانه حجمه قلنا شويه كبير مقارنه، فبي البيسك الدرايفرز مال البارتيشنز مثل الاي اكس تي، مثل ما قلنا اي اكس تي 3 اكس تي 4 اكس 2 فايل سيستم، بي مثلا الدوس فايل سيستم الدرايفر مالته يقدر يقرا، بي مثلا ان تي اف اس اللي ساعدنا انه اقدر اسوي ماونت لل هارد ديسك، اول هارد ديسك باللينكس فايل سيستم اللي عاده يكون سلاش بوت، واقدر اقرا الفايلات منه اللي هاي الستيج 2 اللي ساح نحكي عليها. ولهذا احنا لو تتذكرون حلقه اللوجيكال فوليوم مانجر السلاش بوت ما سوينا كونفيجريشن داخل ال في ام، لانه الكور دوت اي ام جي ما بي الدرايفرز مال ال في ام. زين، على مود اذا في حاله انه اي شيء صار بالستيج 1 او ستيج 1.5، يعني هذول الفايلات البوت دوت اي ام جي والكور دوت اي ام جي، اذا اي شيء صار وهاي صار لها كربت هذول الايمجز البوت دوت اي ام جي والكور دوت اي ام جي، اقدر ارجعها من عن طريق اللينكس. اكو كوماند اسمه grub to dash install، هذا يرجع يسوي لي كرييت لهذول الفايلات مرة ثانية على يسجلها على الديسك، يعني يوديها مكانها الصحيح داخل الديسك نفسه هذا الكوماند. زين، هسه خلنا نحكي على الستيج 2. الكور.img شي يسوي؟ يروح يدور على فتشي سلاش بوت اللي هي عادة أكثر أوقات نحطه داخل فايل سيستم وحده. ف أول شيء يسوي mount slash boot اللي هي عادة يكون ext file system. هاي stage 2. أول شيء يروح يسوي mount slash boot. زين، يسوي mount slash boot على مود يسوي load للفايلات الداخل slash boot على مود يكمل البروت process اللي هي عادة تكون داخل boot grub 2. فأول شيء يسوي روح على slash boot grub 2، أكو فايل داخل i386-pc/normal.mod، يسوي load للmodular هذا kernel module. هذا الفايل كلش مهم، أبا الgrub ما قدر يحصل هذا الفايل normal.modular، يروح للرسكيو مود مال جروب بوت لودر. يعني نشوف مرات من نسوي بوت يروح رسكيو مود دايركت على الجروب، هاي لانه ما قدر يحصل الفايل هذا، يعني ستيج 2 فشل انه يحصل النورمال دوت ام او دي المودولر هذا. فهاي من المشاكل مرات تواجهنا انه هذا الفايل ما يقدر يحصله، يجوز صار مثلاً كربت الفايل للديسك أو فتشي بحيث ما قدر يحصل هذا الفايل، أو يجوز صار فايل سيستم بمشكلة أو واحد شطبه، لأنه أنت كيوزر أو كروت يوزر تقدر عندك أكسس على الفايل هذا داخل سلاش بوت فايل سيستم. زين، ورا ما يسوي لود للnormal.mod، normal.mod شي يسوي؟ يقرأ الجراب كونفيجريشن،
اللي هي عادة تكون سلاش بوت جروب تو جروب دوت سي اف جي، ومن يقراها يقدر يشوف كل الكونفيجريشن مال الجروب كونفيجريشن اللي من ضمنها هاي المنيو اللي بيها الكيرنل، اي كيرنل فيرجن تريد تسوي له لود، اللي باي ديفولت انه يروح على الليتست فيرجن مال الكيرنل، بالاضافه الى اذا اكو بارتيشنات ثانيه او ديسكات ثانيه نقدر نسوي لود منها. فهاي يروح سلاش بوت جروب تو جروب .cmg. فهذا سوي له لود في حالة كان عندنا MBR. زين، هذا كان عندي ال UEFI اللي هو GPT. فبالحالة هاي ما يروح على البوت .img، ما يسوي لود البوت .img إذا عندنا UEFI، يروح على شيء ثاني اسمه grubx64.efi اللي يكون منزل داخل سلاش EFI file system، لأنه ويا الـ UEFI من أقسم الهارد ديسك هو أول شيء يسوي سلاش EFI file system، ونوعه EFI file system اللي هو بس يجي ويا الـ UEFI firmware. فشي يسوي البوت لودر يكون منزل هناك، يعني اللي جراب اكس 64.efi هو البوت لودر، فيروح داخل سلاش بوت efi سلاش كابيتال efi سلاش ديسترو. هاي الديستريبيوشن، يعني هنا مثلا بالريد هات حيكون سلاش ريد هات، او بالسنتو اس حيكون سلاش سنتو اس، وراها يجي ال grubx64.efi، فهذا يكون هنا موجود، هذا البوت لودر يعني. وهم ألقى داخل هنا هم يكون موجود ال grub.cfg، بدل هنا بال mbr هذا يكون هنا، هذا هنا الجراب دا سي اف جي مال ال يو اف اي. ومثل ما قلنا هذا هو الماونت بوينت، وهذا الاي اف اي فايل سيستم. زين، هذا الجراب دا سي اف جي فايل اللي هو هذا او هذا، هذا شلون يتكون؟ هذا يتكون عن طريق اكو كوماند اسمه grub2-mkconfig اللي هو هذا. شلون يكون الفايل؟ هذا الكوماند يروح على يقرأ التمبلتس، اكو فايلات داخل سلاش etc سلاش grub.d، اكو تمبلت فايلز داخل هذا الفولدر، فيروح يقرأها بالإضافة إلى يقرأ فايلز اللي جوا سلاش etc default grub، فيروح يقرأ هذول الفايلات وعن طريقهم يسوي جنريت للgrub.cfg. زين، خطوة جاية ورا ما يحصل الgrub.cfg بأنه الانستركشن أو التعليمات شون يكمل ويسوي لود لللينكس اوبريتنج سيستم. فالخطوه اللي وراها تجي هو انه يسوي لود للكيرنل. خلينا نمسح هسه هذا البورد وعمود نكمل. زين، الخطوه اللي وراها هي 3، يسوي لود للكيرنل. فايلات الكيرنل عاده تكون موجوده داخل سلاش بوت، هي فايلين كلش مهمه. أول فايل اللي هو الكيرنل فايل اللي اسمه vm linux بالz هنا دوت الفيرجن مات، يعني الكيرنل فيرجن، هذا يكون compressed على مود يسوي save للspace، ويكون self extracting، يعني أول ما تشغله هو يفتح الضغط ماته ويحمله على الميموري على مود بس
يقلل السبيس اللي موجود على الديسك، فهو يكون هو مضغوط وسيلف اكستراكتد، يعني بس تفتحها ينفتح الضغط مالته ويحمله بالميموري. بالاضافه الى فتشي ثاني اسمه init ram fs اللي هو هذا يسموه init rd اللي هي initial ram disk، وهذا init ram fs هو مختصر initial ram file system اللي هو هذا يكون مصغر الفايل سيستم الروت فايل سيستم، فشي بسيط اللي يحتوي على الدرايفرات والموديولز مال الكيرنل الرئيسيه اللي يحتاجها خلال البوت، والتعريفات الجينيريك مال اللينكس نفسه اللي يحتاجها على مود يسوي بوتس مبدئي. فهاي يكون يعني حجمه قليل، ما يكون حجمه كبير، وبس بالشغلات الاساسيه الدرايفرز والموديولز اللي يحتاجها الكيرنل عمود يبوت اللينكس مبدئيا. فالبوت لودر ورا ما يحمل الكيرنل والانيت رام اف اس بالميموري، الكنترول كله بالحاله هاي يصير عن طريق الكيرنل نفسه، الكيرنل ياخذ السيطره من البوت لودر. بس قبل هاي المرحله شكو بارامترز واوبشنز مطيها بالبوت لودر، اذا البوت لودر ما يفتهمها فينطيها للكيرنل، يحولها للكيرنل يقول له اني هاي ما افتهمت هذول الاوبشنز والبارامترز فانت اخذها جزء انت تفتهمها. فشكو اوبشنز انا مطيها من اسوي بوت عن طريق البوت لودر تروح للكيرنل بالحاله هاي اللي هو الفي ام لينز. فهنا الكيرنل بمساعدة الـ init ram fs يسوي بوت للـ initial linux operating system بصورة مبدئية، وراء ما يسوي initialize لكل الهاردوير، كل الكومبوننت مع الهاردوير عن طريق الدرايفرز الموجودة بالـ init ram fs، فيسوي initialize للهاردوير ويشتغل. وراء ما يكمل تجي المرحلة الوراها اللي هي مرحلة السيستم دي. احنا قلنا بالحلقات اللي قبلها السيستم دي هي اول بروسس تشتغل ورا الكيرنل. فالكيرنل شي يسوي؟ يسوي لود للسيستم دي. اكو ويا الانت رام اف اس اكو سيستم دي موجودة اللي هي بس يستعملها كبداية على مود يبدي يشغل بقية البروسيسز، فيسوي لود للسيستم دي اللي جزء من الانت رام اف اس اللي موجوده داخل الانت رام اف اس. اللي يريد يعرف معلومات اضافيه يقدر يروح يشوف الحلقه، احط لكم اللينك فوق على السيستم دي ويشوف معلومات اضافيه عنها. المهم وراها السيستم دي يشغل فتشي اسمه انت ار دي اللي هي هاي يستعملها فتشي مؤقت على مود يسوي ماونتس للروت فايل سيستم بصورة مبدئية على الميموري، على مود يستعملها كمرحلة انتقالية على مود يروح للمرحلة الوراها إلى أن يكمل. فأول شيء يسوي له ماونت للروت فايل سيستم على الميموري داخل سلاش سيس روت، يعني الانت ار دي أو init rd.default شو تسوي؟ تسوي mount للروت ديسك كتحطه داخل slash sysroot اللي هو هذا موجود داخل الميموري، memory base file system كشي مؤقت على مود يقدر يقرأ الفايلات الموجودة داخلها ويقدر يقرأ الـ etc init tab على مو يشوف أي فايل سيستم يحتاج ليسوي له mount. بالإضافة وراها على مود يقدر يروح يحصل الـ system d، الـ system d والـ processes داخل system d، الـ scripts الـ startup scripts كلها مع الـ system d يجيبها على مود يقدر يشغل الـ system d الأصلي، يجيبها ويشغلها فيقراها من هذا التمبرري سيس اللي موجود داخل السيس روت. فالسيستم دي اللي هو عن طريق
الـ init ram fs يقرأ شكو steps script يحتاج يسويها بالـ init rd dot default اللي من ضمنها يسوي هي اللي هي هاي يسوي mount للروت على slash sysroot هاي يكون read only file system لأنه قلنا هذا memory base بالإضافة إلى يقرأ الـ fs tab على مود يقدر يسوي لها mount للفايل سيستمز اللي المفروض يسوي لها mount. زين الخطوة الجاية شي يسوي الكيرنل مو كان هو دي يقرأ السيستم دي داخل الـ init ram fs اللي هي هاي شي يسوي يقرأ السيستم دي اللي داخل الديسك يقرأها من هنا لأنه هاي موجودة داخل الديسك نفسه وبعدها السيستم دي ورا ما يشتغل السيستم دي الأصلي اللي من الديسك الأصلي هنا يقوم يسوي execute كل السكريبت والستارتاب سكريبت التابعة للسيستم دي ويروح إلى default.target اللي system d default.target اللي حكينا عليها بالحلقات اللي قبلها اللي من ضمنها هاي شح يسوي يسوي remount للroot file system بدل ما يحطه على slash sysroot اللي هي بالميموري يرجع يسوي له remount على slash لأنه هسه ده يقدر يقرأ الديسك كل الدرايفرز عنده موجودة يسوي لها mount على السلاش ويسوي لها mount كريد رايت يصير ريد رايت فايل سيستم ووراها يكمل يسوي بوت إلى أن يوصل للديفولت دوت تارجت يقرأ كل شيء من الروت الجديد الروت فايل سيستم الجديد زين احنا على البارامترز اللي ويا البوت لودر مو قلنا اذا البوت لودر ما يفتهمها يعطيها للكيرنل زين هنا الكيرنل يسوي له اكسكيوت للشغلات اللي يفتهمها اي شيء ما يفتهمه يدزه للسيستم دي هاي تفيدنا هنا لانه اكو مرحلتين هنا السيستم دي اكو هنا السيستم دي اللي دي يشتغل على الرام اف اس اكو السيستم دي اللي دي يشتغل على الروت نفسه فأكو مرات انه اذا اكو مشكله على البوت واريد اسوي ترابل شوت اكو فد بارامترز اقدر اعطيها للبوت لودر على مود يوقف لي الاوبريتنج سيستم بهاي المرحله اللي هي ورا الانت رام اف اس يعني الفايل سيستم بعده ماونتد على ريد اونلي فايل سيستم وبالميموري اللي هاي البوت اوبشنز هنا اسمها rd.break يعني يسوي لي بريك للبوت بهالمكان يعني من يقرا هالسيستم دي يشوف هاي البارامتر ورا ما يخلص هاي يوقف ما يكمل ويعطيك البرومبت عمود تسوي ترابل شوت زين بس فتشي ما ذكرته ال VM Linux والInit RAM FS شلون تتكون هاي اكو فد كوماند اسمه دراكت هذا الكوماند هو اللي يقرا الكيرنل فايل السورس كود مال الكيرنل نفسه وعن طريقه مساعده الكونفيجريشن الموجوده داخل سلاش etc dracut conf.d اللي هي سلاش etc dracut.conf.d هذول الفايلات الجواها يسوي جنريت لل VM Linux والInit RAM FS زين هسه قبل ما ننهي الحلقة خلي نعيد الحكينا في صورة سريعة على مود اللي ما افتهم يفتهم ويعني مثل نسوي سمري بسيط خلي امسح هاي البورد هنا ونعيدها من جديد boot process summary زين هنا اول شيء نسوي قلنا power on وراها يشتغل الفيرموير اللي هذا يكون bios
أو UEFI، وراها يبدي الجراب. احنا الجراب قلنا اكو ستيج 1، وراها يروح ستيج 1.5، وراها يروح ستيج 2، وراها يحمل ال VM Linux اللي هو الكيرنل هذا زائد النترام افس، وراها يشغل السيستم دي اللي هي هاي ياخذها من ال انت ار دي قلنا اللي هي الرام ديسك اللي يقراها من ال انت رام افس، وراها يروح يقرا السيستم دي من الروت ديسك. اللي بهاي شو يسوي هنا؟ يسوي ماونت للروت اف اس روت فايل سيستم على سلاش سيس روت، هاي قلنا ريد اونلي، وراها يسوي ريماونت للروت فايل سيستم على السلاش هاي ريد رايت. ورا ما يشغل السيستم دي من الروت ديسك يعني من نانا، يكمل الى ان يوصل للديفولت داش تارجت مال السيستم دي. هاي مختصر مفيد شنو البوت بروسيس بالريد هات انترفرايز لينكس 8. هسه بهاي جينا لنهايه حلقتنا لهاي اليوم. شكرا جزيلا على المشاهده، ان شاء الله افتهمتوها. هي هاي كلش مهمه لانه تشوفك التفاصيل البوت بروسيس للريد هات انترفرايز لينكس او اكثر لينكس حيكون تقريبا نفس الشيء، وهاي حتكون كلش مهمه لان قلنا ساعدنا بالترابل شوتينج اذا صار عندنا اي مشكله بالبوت. فاللي عنده اي سؤال يقدر يحطه جوا على الكومنت وان شاء الله انا اجاوبكم عليه، واللي ما مشترك بالقناه يقدر يشترك ويدوس على السبسكرايب اللي موجوده هنا ويتاكد انه يفعل جرس التنبيه ويحطه على الاول. فشكرا زين على المشاهده مره ثانيه، واهلا وسهلا بكم قناه شكو ماكو تك.